السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم تاني يا أعزائي المشاهدين، ومعايا النهاردة ضيف من الضيوف المهمين جدا ومن الحالات الخاصة جدا 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 في محافظة الجيزة. معايا قنبلة التخسيس الأولى في محافظة الجيزة، معايا الدكتور محمد أحمد محمد علي، أخصائي العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة والحاصل على دبلومة السمنة والتغذية العلاجية من المعهد القومي للتغذية. أهلا وسهلا يا دكتور. يا أهلا وسهلا بحضرتك، منورني ورفعت قدري. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا، وأنت متشكر على التقديمة الجميلة بتاعت حضرتك دي، جزاكم الله خيرا. أنا سعيد إن حضرتك موجود معانا النهاردة، شكرا ويعني زي ما بيقولوا سمعتك ما شاء الله، حالاتك اللي أنت عالجتها ما شاء الله، ودايما انا دوري في محافظه الجيزه كلها ان اسلط الضوء على الحاجات الحلوه دي. انا متشكر لحضرتك جدا يا استاذ احمد على التقديمه الجميله دي، والله جزاك الله ربنا يخليك، ده قدرك. شكرا وده شكرا جزيلا. المفروض وانا 29 حرف ما يسعفونيش في ان انا اتكلم عن حاجات كتيره اللي وصلتني عن حضرتك. متشكر لحضرتك جدا، جزاكم الله خير. ايه حكايه السمنه يا دكتور؟ والله السمنه هي مشكله الناس كتير، وانا بشكرك على النص الاول من الحلقه لانه هو كان بيتكلم عن الهدف. السمنة هي هدف زي أي هدف نفسك تحققه، لازم تحط هدف قدامك عشان تحاول أنك توصله وتمشي في الخطوات اللي تخليك تقدر تحققه. أول حاجة هو العزم والإرادة. زي أي حاجة أنت نفسك توصل وظيفة معينة، لازم يبقى عندك عزم وإرادة أنك توصل لها. كمان نفسك عشان تخس يبقى عندك عزم وإرادة وإصرار أنك تمشي في خطوات التخسيس مظبوط. رقم اتنين هو الالتزام، والالتزام ده مش الالتزام مع صاحبتي اللي قالت لي كلمة عن التخسيس في كذا أمشي وراها، أو صاحبي اللي قال لي أعمل كذا أو أخد كذا. الالتزام هو لازم الالتزام يبقى مع كلام الدكتور، لازم بالدكتور المختص، على رأي المثل كده اللي عندنا ما بيقول لك ادي العيش لخبازه. أنسب واحد يقدر يدلك على الطريق الصح للتخسيس هو دكتور الدايت، هو دكتور السمنة، هو اللي هيقدر يخسسك في وقت قياسي ومن غير اي مضاعفات وبشكل صحي وسليم. هو ده دكتور الكلام اللي بيتقال على حضرتك في محافظه الجيزه، ان الدكتور محمد علي هو اسرع شخص يقدر يوصلك لفقدان الوزن الزائد. انا عايز اعرف ايه الكلام كتير مره واحده كده، ايه الخطوات اللي حضرتك تقدر تستخدمها مع اي شخص بينزل وزنه تقدر توصل معاه في الحالات السريعه دي؟ بص يا استاذ احمد، هي منظومه التخسيس منظومه كامله لازم تتاخد على بعضها. مفيش حاجه اسمها انا هروح عشان اخس دهون وبس. لا، مريض السمنة دوت دايما بيشتكي من حاجات كتير، بتبدأ قصته مع دكتور البطنة لما يقول له انت عندك دهون على الكبد والكلى. طيب يبدأ يتوجه لمركز التخسيس الأقرب ليه او اللي هو بيثق فيه. احنا بالنسبة لنا اول حاجة بنبدأ بيها هو ان احنا ناخد التقييم الشامل للحالة دي عن طريق جهاز الإمبادي، بناخد الطول والوزن عشان نقدر نحدد نسبة الدهون والعضلات، وده كله متاح في الجهاز الحديث اللي بيطلع لنا الحاجات دي كلها. تمام. طيب ناخدها بقى واحدة واحدة من جوه لبره، من أول الأحشاء الداخلية لحد ما نوصل لبره اللي هو الجلد. أول حاجة الشخص ده عنده دهون داخلية على الكبد والكلى. الدهون الداخلية الحل بتاعها هو النظام الغذائي. هو ايه فكرة ان انت لازم تروح لدكتور الدايت اسبوع واثنين وتلاتة وتبقى المتابعات اسبوعية؟ التغيير ما بين الانظمة الغذائية دي هي اللي بتخليك تنزل من الدهون الداخلية اللي موجودة على الاحشاء. نطلع سنة لقدام، العضلات، العضلات دي اللي فوقينا على طول، العضلات دي معلومة كده عايزين نثبتها. العضلة الضعيفة هي مكان لتراكم الدهون، العضلة القوية تمام مفيش اي دهون اتراكم عليها. تمام. انا من طبيعة حياتي بروح الشغل بالعربية، برجع من الشغل بالعربية، قعدتي قعدة مكتب، عضلاتي كلها ضعيفة. عشان كده دايما بننصح بالرياضة، ولو حتى نص ساعة في اليوم وظف الرياضة حتى في شغلك. اركن قبل الشغل بدري، اتمشى لحد الشغل، روحي المدرسة او ارجعي منها برضو مش اتمشي في الكلية، وظف المشي في حياتك. طيب كده وبس؟ لا، كمان عندنا جهاز في المركز اسمه الريديوم، ده جهاز بيدي نبضات كهربية بتقوي العضلات بشكل ممتاز جدا. اسمه ايه؟ الريديوم. تمام. ده اللي موجود معنا في الفيديو؟ لا ده لسه الفيديو دوت احدث حاجة هنتكلم عنها. ولكن الجهاز ده موجود معنا في المركز. الجهاز ده غرضه هو تقوية العضلات، ربع ساعة بس من الجهاز كأنك عملت تمارين بطن لمدة ساعة.
طيب احنا كده اشتغلنا على العضلات، نيجي بقى على منطقه الدهون، طلعنا سنه لقدام. الدهون دي فيها طبقتين، طبقه دهون سطحيه وطبقه دهون العميقه. الدهون السطحيه دي بنتعامل بيها عن طريقتين، جهاز اقوى تقنيه وهو اللي هيبقى معانا في الفيديو دلوقتي اللي هو جهاز الكرايولايبوليسز اللي هو تفتيت الدهون بالتجميد. دلوقتي هينزلوا لنا حالا على الفيديو على الشاشه نقدر نتكلم عليه برضه. مفيش عقبال ما ينزلوا هسال حضرتك سؤال، حضرتك بتبدا منين مع المريض؟ ببدا اول حاجه بالوزن والطول وتحليل مكونات الجسم. هم نزلوا لنا الفيديو حالا. تمام. طيب جهاز الكرايولايبوليسيس ده بيفتت الدهون ازاي؟ احنا قبل ما نتكلم عن هو بيشتغل ازاي، اولا هو جهاز حاصل على موافقه منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء، امن جدا لكل الاعمار، ما فيهوش اي مشكله خالص. الفكره بسيطه جدا، هو بيجمد الخلايا الدهنيه من سالب 5 لسالب 10 درجه مئويه، فبيحول الخلايا الدهنيه لكريستالات. الكريستالات ديت بيبدا الجسم ما يتعرفش عليها، تضمر وتتحلل وتبدا تخرج مع وسائل الاخراج في الجسم العادي. نتيجته ممتازه جدا، ما فيش اي فتره شفاء بعده اللي هو اللي بيسموها الريكفري، لا اللي بيقدر العيان من تاني يوم يروح شغله ما فيهاش اي مشكله خالص، الا شويه حمار بسيط مكان الجهاز، وده بيختفي في رينج ساعتين ثلاثه بعد ما بنفصل الجهاز. الجهاز ده بيركز على مناطق الدهون العميقه. كمان ما ينفعش نستخدم الجهاز الا عن طريق شيت طبي اسمه انتي فريزنج جل، ده بيحسن اختراق الموجات البارده للدهون وبيأثر على الدهون بس من غير ما يأذي الجلد والعضلات بأي حاجه نهائي. كمان عندنا اللي بيأثر على مناطق الدهون الموضعيه العميقه حقن الميزوثيرابي. باختصار كده هي عباره عن مواد بتعمل تحلل للجدار الخلوي بتاع الخلايا الدهنيه، بتقلل عدد الخلايا، لما تخس المره دي مش هترجع تاني تتخن زي الاول لان عدد الخلايا اصلا قل. فبدل ما كان عندك 10,000 بقوا 9 بقوا 8 بقوا 7، عدد الخلايا الدهنيه قلت فمستحيل تخزن دهون زي الاول. اخر نقطه نطلع بقى على منطقه الجلد. الجلد نظرا لتكرار عمليات الحمل او من السمنه المفرطه بيحصل انه بيوصل للاند رينج بتاعه، بيتفتح وتبدا تظهر حاجات بنسميها الاستريتش مارك. دي بنعالجها عن طريق تقنيه الكربوكسي اللي هي حقن غاز ثاني اكسيد الكربون، بيحقن بتركيز ثاني اكسيد الكربون بتركيز عالي. الجسم غاز ثاني اكسيد الكربون ده بالنسبه له زي كده حاجه بتجننه بتعفرته، ما يسكتش على كده، يروح محسن الدوره الدمويه بشكل كبير ويبعت كميات كبيره من الاكسجين عشان تعوض ثاني اكسيد الكربون اللي موجود. تبدا تحسن معايا حاجتين في الجلد اسمهم الكولاجين والالاستين، ودول يرجعوا نضاره الجلد ويرجعوا الليونه والالاستيست بتاعه الجلد مره تاني. كده احنا عالجنا المريض بتاعنا من A to Z، من اول الدهون المترسبه على الكبد والكلى لحد ما وصلنا للستريتش مارك بتاعه الجلد، وبنوصل لاحسن النتائج في فتره لا تتجاوز من الشهر للثلاث شهور على حسب درجه السمنه. تمام يا دكتور، قبل بس ما اسال حضرتك السؤال دوت، انا اهي دلوقتي هينزلنا ارقام تليفون على الشاشه، لو الناس حابين يستفسروا عن اي حاجه من الدكتور محمد ان شاء الله نكون سعداء بالتواصل معانا. ما قلتليش يا دكتور ازاي انت بتبدا منين؟ ازاي بتبدا مع المريض اللي جاي لك؟ وازاي تقدر تقنعه ان انت تقدر تخلص الموضوع دوت بالسهوله واليسر زي ما انا وصلني بالظبط؟ والحالات اللي موجوده معانا، حالات اللي هي يعني دلوقتي حالات دلوقتي هتنزل على الشاشه، حالات اللي حضرتك عالجتها زي في وقت زي نظام زي السحر. تمام. فبتبدا منين؟ ازاي بتبدا كده بالسرعه ديت ان انت تقدر يعني قول لي انا ببدا ازاي وايه هي الخطوات اللي بتاخدها مع اي مريض جاي لك؟ هو في الاول انا يعني هو دكتور الدايت يعتبر صديق العيله شويه، لان مريض السمنه بيتردد عليه كل فتره وبيتردد عليه كل اسبوع. احنا يعني نقدر نقول كده عاملين زي ايه دكتور نفسي في نفس الوقت. أنا بحاول أدرس الحالة النفسية للشخص اللي قدامي، بشوف هو مشكلته إيه، المشكلة دي مشكلة عاملة له أزمة كبيرة جدا في حياته، هيلتزم بسبب المشكلة اللي عاملة له الأزمة دي، أو مثلا حاجة عرضية، أنا عندي مثلا فرح، أنا عندي خطوبة، أنا عندي مناسبة معينة، فبالتالي بحاول أوظف شغلي على قد الفترة المتاحة قدامي، ولكن في المعدل الطبيعي اللي ما يأذيش المريض بتاعي.
بحاول ان انا اشوف المعدلات الطبيعيه اللي هو بيمشي عليها في الاكل بتاعه، اصحح حاله قدر الامكان في الوقت اللي هو مديهولي، وان شاء الله بنوصل لنتائج كويسه جدا، ما فيش اي مشكله خالص. في حالات كتيره الحمد لله معانا قبل وبعد، يعني هي معروضه على الشاشه دلوقتي، حاجه والله يعني تفرح. يعني محمود ما شاء الله من 105 ل 85، ابراهيم، حالات كتيره. كل الحالات دي كانت الفكره بس ان انت تحاول تقرب منه، تفهم مشكلته على قد ما تقدر، تعالج له المشكله اللي هو جاي عشانها. وممكن يكون شايف ان المشكله مشكله دهون، لا، حاول تفهمه ان المشكله دهون وعضلات، المشكله ان انت تبقى حالتك الصحيه احسن، المشكله ان انت تبقى حاسس ان انت نشيط اكتر. لما حياته كلها بتتغير، لما بيحس في اول 5 6 10 كيلو بينزلهم بيحس بامل كبير جدا، وبيصر على انه يكمل مسيره لحد الاخر. ممكن يوصل لحد 10 كيلو ما عندوش امل، بمجرد ما يوصل ل5 وال10 كيلو بتلاقي امل غير طبيعي، سحبوا لحد 20 و30 كيلو قدام. والحمد لله النتائج كويسه في الفتره اللي جايه ان شاء الله. الحمد لله دائما وابدا. دايما كان في مقوله زمان بيقول لك ان في دكتور عادي وفي دكتور جيد وفي دكتور ممتاز. الدكتور العادي اللي بتروح تقول له انا تعبان من كذا بيقوم كاتب لك روجيتا، تمام. والدكتور الجيد اللي هو يقول لك طب اعمل لي اشاعات واعمل لي تحاليل. الدكتور الممتاز هو اللي بيقدر يتعرف زي ما حضرتك قلت بالظبط، بيقدر يتعرف على نفسيه الحاله، النفسيه بالظبط كده. القصه بالزبط. لازم يبقى فيها التعرف على الحاله النفسيه بتاعت الشخص نفسه عشان تقدر تحل له مشكلته فيما لا يتعارض مع الهدف اللي هو عايزه. انا سمعت ان كل الاشخاص اللي اتعاملوا مع حضرتك يعني في خلال 15 يوم اقل واحد فيهم فقط 5 كيلو. الحمد لله، يعني ده اقل حاجه، وفي اكتر من كده كمان. بس ده يعني ده دي حاجه غير مسبوقه، يعني دي حاجه غير مسبوقه، من غير جراحه او من غير جراحه ان هو ينزل في 15 يوم 5 6 كيلو. الالتزام اولا واخيرا هو السبب في كل حاجه، ان يبقى عندك هدف انك عايز تحققه فهتلتزم عشانه. التزام المريض ولا امتياز الطبيب؟ الاثنين. ما شاء الله عليك يا دكتور. ايه يا دكتور، ايه احدث الوسائل اللي نازله دلوقتي اللي هي بتساعدكم بقى؟ انا دلوقتي عرفت ان في اجهزه بتشفط الدهون بين يوم وليله. تمام. ايه اللي بيحصل؟ والله بص، احنا الأجهزة بتاعتنا كلها ما فيهاش مش شفط دهون، ما احنا مش عمليات جراحية، هو عبارة عن أجهزة موضعية احنا بنوصلها على الجسم، فنقدر من خلالها نوصل لأحسن النتائج ونفتت الدهون بشكل موضعي وآمن، والموضوع يخلص بسرعة. ده اللي هو اللي محطوط في الفيديو، صح؟ بالظبط كده. ياريت تعرضوا لنا الفيديو يا جماعة. جهاز الكرايو لايبوليسيس، احنا قلنا ان هو جهاز قوي في تفتيت الدهون الموضعيه بس عن طريق التجميد. هو بيحلل الخلايا الدهنيه لما بيجمدها من سالب 5 لسالب 10 درجه مئويه. امن الفيديو جدا يا شباب. امن جدا وفعال، ما فيهوش اي مشاكل، نقدر نستخدمه مع كل الحالات من اول 10 سنين لحد 50 أو 60 سنة، ما فيش أي مشكلة، ولكن بشرط ضرورة إن أنا أبقى عارف إن الشخص اللي قدامي يقدر يتحرك عشان يقدر يحرق الدهون اللي حصل لها تحلل عن طريق الجهاز. تمام جدا. إيه هو نحت الدهون بالتبريد؟ نحت الدهون بالتبريد اللي هو جهاز الكرايو لايبولوس. هو لسه احنا اتكلمنا عليه. هو نحت الدهون بالتبريد هو جهاز الكرايو لايبولوس اللي احنا لسه متكلمين عليه بكل تفاصيله، بيجمد الخلايا الدهنيه. مده الجلسه حوالي من ساعه لربع لساعه، جلسه واحده في الاسبوع كافيه، والنتيجه بتاعه الجلسه دي بتظهر في خلال من 10 ل 15 يوم، ممكن تفرق معانا في محيط البطن من 5 ل 10 سنتي في خلال اسبوعين. نتائج ممتازه جدا من جهاز الكرايو، ولا يستدعي الموضوع اكتر من 7 ل 10 15 جلسه بالكثير. تمام. التقنيه ممتازه جدا وامنه جدا، نقدر نستخدمها في العياده باذن الله. تمام. من كل الاعمار يا دكتور؟ هي تناسب كل الاعمار، ما فيهاش اي مشكله خالص. مفيش الاعمار المتقدمه والسن المتقدم. من احنا في العموم احنا ما بنحبش نستخدم كل الاجهزه في اقل من 10 سنين، نقدر نخسسهم طبيعي جدا، لان الحرق بتاعهم بشكل عام الاطفال بيبقوا الحرق بتاعهم عالي جدا. كمان نقدر نستخدم التقنيات دي لحد 50 او 60 سنه، ما فيش اي مشكله، ولكن بشرط ان الحاله الصحيه تبقى كويسه، ولو على الاقل المشي نص ساعة في اليوم عشان يقدر يحرق الخلايا الدهنية اللي احنا عملنا لها إذابة في الكبد والكلى، فلا بد من الحركة بس. تمام. أفضل المنتجات يا دكتور اللي حضرتك بتنصح بيها أو حضرتك بتتعامل بيها؟ أنا عارف إن حضرتك ماشي على منتج معين.
والله يا بص يا استاذ احمد، هو فكره ان احنا قعدنا فتره طويله انا عايز حاجه تزود الحرق وحاجه تقفل الشهيه وحاجه تعلي معدلات الحرق عند الشخص، لحد ما توصلنا كانت مشكلتنا في ان الحاجات دي كلها بتقلل الـ 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 بتقلل ليها مضار، يعني ممكن تظهر على الشخص في المستقبل، لحد ما ظهر لنا حاجه اسمها السبيرولينا. بجد انا اللي هي بدانا معروضة على الشاشة نستخدمها، ديت. بدأنا نستخدمها، نتائجها فعالة جدا، نتائجها ممتازة. السبيرولينا دي عبارة عن طحالب ولكن هي فيها نسبة بروتين عالية جدا. يعني ايه سبيرولينا؟ يعني حديد وفيتامين بي اكتر من اللي موجود في الكبد بتاع البقر، يعني بروتين عالي جدا اكتر من اللي موجود في اللحمة، يعني كمية يعني كالسيوم اكتر من اللي موجود في الالبان، يعني مغنيسيوم اكتر من اللي موجود في الخضروات، ومضادات اكسدة عالية جدا اكتر من اللي موجود في الفاكهة. السبيرولينا ممتازة جدا في التخسيس. ازاي؟ احنا عايزين حاجة تزود معدلات الحرق، بتزود معدلات الحرق عن طريق ان هي بتخلي الجسم في حالة من القلوية. عايزين حاجة تقفل الشهية، فيها مادة اسمها الامين مينيل اسيلين، المادة ديت بتحسسك بالشبع وتقفل الشهية تماما. طيب فيها كل الفيتامينات والاملاح والمعادن اللي بتعوض الجسم اي نقص ممكن يحصل بسبب الـ 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 الانظمه الغذائيه القاسيه اللي ممكن نمشي عليها. انا سعيد بوجودك معايا يا دكتور، وللاسف ان الاوقات الحلوه بتمر بسرعه جدا. انا متشكر ليك جدا يا فندم. بيبلغوني ان الوقت خلص، وانا سعيد جدا ان حضرتك معايا. اتمنى ان احنا نتقابل ان شاء الله في مرات تانية كتير باذن الله. اكيد نورتني وشرفتني. جزاك الله ورفعت من شكرا. قدري شكرا. زي ما بيقول. شكرا يا استاذ احمد، نورتني يا جزاك الله دكتور. خيرا، شكرا جزيلا. أعزائنا المشاهدين، يا ريت انتظروني في الجزء الثاني من كلمة السر بعد شوية، ومعانا سهرة من سهرات ليالي الحب، معايا طبيب الأرواح. نرجع نتقابل بعد الفاصل ونتعرف عليه.